ايه يلا ايه ايه هذا ايه نيمار هو وين نيمار اصبر يمين اوقف اوقف اعطيني مجال لا نيمار جول نيمار جول حلوة 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 نبغى نشوف العادة حلوة نيمار حلوة نيمار حلوة فينيسيوس واحدة من لا ابو الفار ابو الفار ابو شباب الفار بس اعطيني مجال باعوا صوتكم للصو لا اقوم اطفي التلفزيون واحدة من أهم أسباب النجاح الباهر اللي حققتها دولة قطر باستضافة كأس العالم هو استعدادها الحقيقي لهذا الحدث التاريخي واللي متابع المسيرة قطر بالخمسين سنة الماضية راح يسوي له يعرف أنه قطر ما وصلت صدفة لهاي المرحلة من الازدهار والنهضة ولا قدرت تحقق المنجز هذا بضربة حظ وإنما اشتغلت وفق خطط ودراسات وبرامج مكتوبة وحرفية عالية وكثفت كل جهودها الوطنية لتطبيقها بدقة متناهية ابتداء من البنى التحتية مرورا تطوير منشآت الدولة انتهاء بتسويقها إعلاميا واطلاع العالم عليها وهي النتيجة اسم قطر تلقاه بدريسات الأندية العريقة وتلقاه بالماركات العالمية وتلقاه بالقنوات الرياضية وتلقاه في كل مكان بالعالم بينما تعالوا مثلا الإعلام وصحافتنا وشوفوا شلون يتعاملون ويا بلدهم وشلون يتعاطون ويا اسمه وسمعته سويت لها قيمة سويت لها قيمة اي والله يعني بفضلك صار للرياضة قيمة تأكيد شوفوا صحيح عمو بابا قاد منتخب العراق للتتويج بلقب كأس الخليج 3 مرات وقاد منتخب العراق للتأهل إلى كأس العالم سنة 86 بالمكسيك وحقق بطولة كأس العرب وجاب الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الآسيوية بس كل هاي الإنجازات ما سوت قيمة للرياضة العراقية واللي ما لمسناها غير بس من طلعنا حيدر زكي دني لراسي بالنعام ودير أما بالنسبة الفلاح حسن وحسين سعيد وأحمد راضي ورعد حمودي ونس محمود هذول خلي يفتحون إنشائية لأن احنا عندنا الزعيم الزعيم على العراق كله حيدر أبو سمرة 1 قيمة واللي بصراحة ساهم بوضع الأسس الصحيحة للإعلام الرياضي من خلال برنامج يا أخي دافع الفاسد اسمع انت لا احترم إيه اللي دافع الفاسد انت الفاسد وانت كريم انت تقول اللي دافع تضرك مع الواد من انت حكي كله تفاهم من بدا حكي سيد اقول لك دافع عمره 60 سنة بس دافع الفاسد كريم 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 طالع من هناك وجاي للاسف رياض اخي الاجراءات مالكم انا خلصت رسوم كلها غلط اتخذوا ضوابط اخي اذا تلمح انا شرف منك من خوفك طيب يكتب كلامكم مع الواحد مستهتر وما يحترم انا لا احترم انت ما تحترم تابع للوزاره الله يطيح حظك مهانة يمك يا معود هاي عود انت منطقي من الرياضة العراقية وهيك مخلي الناس تمالك ببرنامجك لعد لو منطيك الاتجاه المعاكس مال فيصل القاسم يمكن شو صارت بدوش كاتب برنامجك هي هاي القيمة اللي سويتها للرياضة العراقية قاعد تحرض بين أبناء بلدك توقع واحد على الثاني حتى تزيد المشاهدات ويستفاد الكربولي مو هي هاي الرسالة الإعلامية اللي تربيت عليها ودرستها بكلية الإعلام ولا عدنا روح رياضية كلها غلط وفشار وتهديد اي والله مع الأسف ضاعت الروح الرياضية وضاعت وياها الأخلاق الحميدة اللي يا ما تعبت نفسك ونصحت الناس بيها ويا ما حثيت الرياضيين عليها بس ينسوي ذول الإعلاميين زالة اللي أساوا لمهنة الإعلام الرياضي وطلعوها بأبشع صورها بتصرفاتهم الطفولية وألفاظهم الشوارعية داك تصير حشة السامع وأجل لكم الله بالقنادر بيناتهم بالمنتخب الوطني سميته كلب الخنجر المطيع يعني هذا ينتظر يعني العظمة شوكيت الاتحاد البنزويلي ويطلع صورة بالغلط لا تطلعوا هاي الصورة مشرع ستور علينا جاي علينا كلب الخنجر وراس الثور انتم متأكدين حيدر زكي يقدم برنامج رياضي مو عالم الحيوان لان هاي الكلمات ما سمعتها غير بس من ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي ومؤتمر عزم من خميس الخنجر قال لهم راح يصلون صلاة العيد بجرف الصقر رجعنا استاذ حيدر شوف انا ما راح اقول لك غير بس شغله واحده روح ادرس اعلام روح اتعلم اخلاقيات المهنه روح اعرف شنو اللي ينحكي بالتلفزيون وشنو اللي ما ينحكي بالضبط فروح اسمع نصيحه نفسك وتعلم لو تريد الفاظك هاي تصير ثقافه مجتمع وبدل ما يكون للاعلام اداه للوعي والارشاد يكون رساله للانحطاط والرذيله لك الزواج بطيعه الله
بس لا لا بس الأمان حيدر أجمل ما بي ثباته على مواقفه وآرائه، ومن يقول شيء ما يتراجع عنه لو مهما يكون. عدنان درجال اليوم يتمتع بشعبية كبيرة، بس أنا أحبه جدا كابتن عدنان درجال، وأشوف فيه الشخص الوحيد، الشخص الوحيد بين الناس اللي إجوا حاليا يردون يشتغلون هو ما محتاج للرياضة وفلوس الرياضة ومصالح الرياضة. والله هو عدنان سوى إنجازات لمنتخبنا، كارلس ألبرتو ما سواها المنتخب البرازيل، لو نسيت أقول على كوريا من نص ساحة يا عم ارحمني. بس هو مشكلته الإعلام الرياضي ما نصفه، لأن أنت تعرف عندنا هواي إعلاميين حقيقية يسقطون أكبر واحد من انتقاداتهم وأخبارهم الكاذبة وتحريض الجماهير عليهم مثلا. واللي أريد أقوله لعدنان، يا عدنان في وقت إحنا كنا نحشد الناس لإنجاح المباريات ونجاح البطولات وعملنا ما عملنا وقدمنا ما قدمنا طوال 13 سنة، هاي 13 سنة بها أنت ما كنت موجود ولا لك أي صلة بالوسط الرياضي اللي اقطعت علاقتك بيه تماما، وأنت التيت بتجارة خاصة وعمل خاص بيك. مداك يا الأغبر تسويت؟ لا لا صدق، هو عدنان درجال ايش قدم للرياضة؟ أشوف بعد 2003 لما شوالاته وطفر القطر وما حد شافه، وبعدها من اجى الكاظمي جابه سوى وزير بحكومته. هذا مصطفى الكاظمي راد يسوي زين طلع شين علينا، وزارة الشباب والرياضة يعني انضربنا بيها بوري. لا وشلون بوري؟ بالرغم من وجود آلاف الرياضيين اللي قدموا للرياضة وما زالوا يقدمون، أمثال الكابتن راضي شنيشن، لو أنت شنو رأيك أستاذ حيدر؟ فالاختيار سيقع في تكرار لتجربة سابقة ناجحة، أنا أعتقد في آسيا 2015 سيقع الاختيار على الكابتن راضي شنيشن مدربا أول للمنتخب الوطني لتجربة سابقة ناجحة. طبعا المعروف بكل الوسط الرياضي العراقي إذا تريد تقيم لاعب أو تختار تشكيلة منتخب أو نادي يروحون يسيلون حيدر زكي عليها، وإذا كان ناجح الدنيا كلها تتعاقد وياه بما فيهم الأندية الإسبانية والإنجليزية، وإذا حيدر زكي قال اللاعب أو المدرب هذا فاشل هذا حتى بنادي ملعب الشخاط ما يلعبون خليه ينسى. وبالتالي حيدر زكي من مدح راضي شنيشل اختاروا راضي أفضل مدرب بآسيا، وإلا شوية يدرب برشلونة لأن حيدر عنده خبرة وبعد نظر ما موجودة بأي محلل رياضي بالعالم. كابتن راضي صعب جدا، ونصيحة من قبل كل الشارع الرياضي، صعب أنه تكمل، أنت الآن أعرف موقفك صعب، أعرف خرجت من مهمتين وهذه الثالثة الفاشلة، لكن هذه مو نهاية المطاف، تقدر تطور وتقدر تروح كل شيء تقدر تسوي وتطور نفسك وترجع مرة ثانية، مو نهاية المطاف إذا خرجت من المنتخب الوطني. زين وبالنسبة للتجربة الناجحة مال قبل شوية، تاني يا زكي تاني يا هايف يا تافه تاني. وأنا متأكد لو جيبوا لك جوارديولا بعظمته هم تحكي عليه وطلع من طاجي الشب بالضبط مثل ما سويت ويا حكيم شاكر لو نسيت. حكيم شاكر في فترته إيه؟ انت كنت تحرض الامه عليه. انا كنت يعني كنت احرضك؟ طبعا. ها لا مو تتحمل المسؤوليه هذا الكلام؟ اتحمل طبعا. اطلع المدربين باتجاه حكيم حتى شلون خيلو. شلون يعني؟ حتى يخيلون. فد يوم قايل لك انا مثلا؟ انا ما تقول لي بس يعني اعرف يعني انت وجهه نظرك ضد حكيم. ايه بس حيدر ترى اكو هواي ناس يعتبرون حكيم شاكر خط احمر. من تحكي عليه يبدون يقارنون بينك وبين انجازات الكابتن حكيم، لا هو يعتبروه رمز وطني. هاك هذا واحد منهم. عيب هذا الكلام وعيب الطعن بالشخصيات الرياضية وعيب انه نشوه صورة الناس بهذه الطريقة. شنو تاريخك امام تاريخ حكيم شاكر؟ وشنو اللي قدمته للعراق مقابل ما قدمه حكيم شاكر؟ لعل انت من تعرف بما قدمه كابتن حكيم شاكر ليش استهدفته وسقطت فيه؟ انا اذا اخطأت بحقك فاعتذر على الهواء مباشرة. انت نادم لو ما نادم؟ بالتأكيد شفناه بعد الكابتن حكيم شاكر خلانا هو أنا بدك تحكي خلانا نقارن مع فترة حكيم شاكر ونضحها بميزان منو الأفضل؟ لا بالتأكيد يعني فترتك كانت أفضل بكثير من هواي مدربين إجوا بعدك. زين أنت من تعرف بنفسك تشخص إجابك على شغلة الإعلام الرياضي اللي تريد الصبور والحكمة وتريد الكلمة الصادقة والاحترام المتبادل بينك وبين المقابل، لو أنت تعودت تشمر وتسقط وتتجاوز على الناس ومن نخسر البطولة أسدها باعتذار وانتهي الموضوع. أيمن وغيره من اللاعبين اللي ذكرتهم لا يستحقون التواجد معهم، وكفر أنه يتواجدون
بالمنتخب الوطني العراقي. ها انا اتفق وياك انه ايمن حسين اداءه ابدا مو اداء لاعب منتخب وطني، وهاي المره الوحيده اللي اتفق وياك بيها، والمره الوحيده اللي انت تقول شيء صح وتثبت عليه وما تغيره، وهذا الشيء راح يخلينا عيد النظر بك لين بديت تنضج وتكبر وتترك المجامله والمداهنه بتقييم اللاعبين. فيما يخص اللاعب ايمن حسين اليوم تسجيله هدفين، اعتقد وبشكل كبير انه ايمن ثائر نفسه، تثبت انه انا كلامي مو صحيح وانت تستحق دعوه المنتخب الوطني. هاك استلم، شوف ما يعرفه الطباز زين. ليش انت شوك تدخلت بشغله وما زبط فيها، وشوك تحكي شيء وطلع صحيح، دائما متسرع ومستعجل باحكامك لحد ما خليت الناس كلها تكرهك وتضوج منك، لا خليت لك مدرب بصفك، لا داري يحترمك، وحتى اللاعبين النجوم الكبار خربتها وياهم. احترم نفسك وتاريخك يا يونس محمود، انت يونس ما المفروض تكون ديل بشرفك؟ ابو ذنون تقول له الكلام هذا؟ ابو ذنون اللي ليه هسه نسولف باهدافه وبطولاته تقول له ذيل؟ انت مو قلت علي ذيل؟ انا ما ذيل شنو هاي ما ذيل؟ انا ما اول ما شيء شنو والله العظيم انت ما ادري منين تفهم التصريح، خلينا على الشحشاية. منين تفهم التصريح شنو؟ ليش هي راد لها روح على القاضي وانت انت جاي تقول له ذيل؟ يعني شنو مثلا راح تقعد تشرح له على طول الحلقه انه هو ذيل هاك او ذيل شي؟ حتى صدق من اقول لك انت جاي تشفص تطلع طلعات ما زعطت، واغلب الالفاظ اللي تقولها الفاظ غير لائقه ومو اعلام يقولها، تعاند. بس شنو نسوي لوقت الاغبر اللي خلاك وخلى غيرك تلزمون الاعلام الرياضي وتقعدون تمخرطون بكيفكم؟ بس مع ذلك لو خليت قلبت وعدنا اعلاميين الواحد من صدق يقدر يعتمد عليهم. السعودية فازت على العراق لأن لاعبين أهمهم الوحيد الفلوس، أكيد يخطأ وتدخل في مرمى كرات وأهداف وربما يكون هو سبب من أسباب هذه الأهداف ومخطئ رئيسي، لكن هل يجوز أن نقابل هذه التصرفات وكرة القدم وما يحصل بالميدان بهذا السلوك الرخيص؟ وللأسف ما رفعتوا راسنا ولا سويتوا اللي عليكم. يلا انتهت المباراة، شيلوا حقائبكم ورجعوا، اللي يلعب وراك واللي يروح يعتمر واللي ينام بالبيت وينتظر الراتب يجي لحد عنده. بهذه المفردات النابية بهذا الاستهزاء هو سفير لوطننا، سفير من سفراء العراق، واحد من أبطال العراق، من صناع الفرحة. فعلا الأسود على السواتر مو بالملعب، اللي بالملعب كانوا أشباح. زين أنا بس سؤال أخوتنا اللي يشتغلون بمجال الإعلام الرياضي، وأقول لهم أنتم يوميا طلعوا لكم فضيحة بمنتخباتنا الوطنية أو شبهة فساد بنوادينا ومؤسساتنا الرياضية، ما حد انتبه انه القنوات الفضائيه الاجنبيه ممكن تتابعكم؟ ما حد يقول اكو منتخبات عربيه او اجنبيه عندها مباريات ويانا وممكن تستغل المعلومات هاي بالتاثير على سمعه منتخباتنا؟ المدرب انطى فري للاعبين، اللاعبين يعني كانوا سهرانين في الملاهي، البعض الاخر من اللاعبين حزوا الصديقاتهم بغير طابق وبغرفة مختلفة بس بنفس الفندق، أو البعض الآخر لا كان ذكي من اللاعبين حجز بغير فندق لأيضا صديقة من الصديقات. هاك تفضل. ويسألون المنتخب الكوستاريكي شنو السبب اللي خلاكم ترفضون اللعب ويا منتخبنا الوطني وإعلامنا الرياضي؟ ما خلى شغلة طايحة ضها وما خلى سلبية إذا ما لزقها بمنتخبه أو لفق له تهمة على لاعبي، وبالنتيجة الخلل بينا احنا قبل ما يكون الخلل بغيرنا، واذا ما نعالج اخطائنا لا ننتظر من الغريب يعالجها على مودنا، واذا نطمح لتغيير حقيقي بالواقع الرياضي لازم نبدا بصحافتنا واعلامنا ونهيئ الكوادر المناسبه والمهيئه للعمل بيها وتطويرها. اليوم منو الاول؟ منو الاكثر؟ انا احسن واحد. انت احسن مقدم برامج احسن رياضية. مقدم كاداء احسن مقدم برامج رياضيه. هي المشكله مو بس انت تشوف انك افضل مقدم برامج رياضيه، انما اي واحد تلزمه يقول لك انا الافضل والاحسن والاقوى والامثل. نلزم الماكيره ساره تقول لك انا افضل ماكيره، تلزم رنين تبوني يقول لك انا اقوى شعره، تلزم المحلل السياسي يقول لك انا افضل محلل سياسي بالعالم وتحليلاتي متعوب عليها. مثال حي مثلا. الا اني برايي الشخصي اقول نعم. ان حكومه السودان هي الاخرى ستكون اكثر حظوه من بقية الحكومات السابقة. نجاح وإن كان جزئيا للسوداني أكثر من غيره، أنه هو وزير لأكثر من وزارة، أنه عضو مجلس نواب ناجح، رئيس لجنة تقييم الأداء في حكومة سابقة، يتمكن السوداني أن يكون ممارسا في محاربة الفساد. يا أخي فتاح الشيخ إيش قد يعجبني
لأن من يأخذ حدث سياسي أو شخصية سياسية ما يأخذها من باب عاطفي ولا يشرح شلون ما كان، إنما يأخذها بطريقة علمية مهنية. والصراحة أنا من زمان متابعة وما حكى شيء إلا وتحقق حرفياً، ومن يمدح شخص مستحيل يرجع يذمه حتى لا يطلع متناقض. الشكل محمد الشيعة السوداني، لكن المضمون من الذي شكل الحكومة؟ من نفس الكتل السياسية التي شكلت حكومة المالكي والعبادي وعادل عبد المنين. أقول لك أستاذ فتاح بالله ما تتذكر لي اليوم شو متغدى الظهر؟ تمن فاصوليا. هو هذا السبب اللي مخليه ما يضبط الإيقاع، وكل فترة يطلق غارات فكرية علينا، وهيك واحد من الصعب تظل عليه وتبقى تسمع كلامه لين يخربط أفكارك وما تطلع وياه بنتيجة. الأفضل شوف لك باحث ثاني من يقول لك هالشي ما يصير، اقطع ذلك مثلا. والسيد محمد الشياع السوداني لن يكون رئيسا لمجلس الوزراء لا في المرحلة الحالية ولا بعد 6 أشهر. لا أظن أن السيد محمد الشياع السوداني سيشكل حكومة. لا تفكروا للحظة أن الإطار يجرؤ أن يشكل حكومة أو يبدل مصطفى الكاظمي. ما يقدر انتهى. مو جادين نهائي لن تشكل حكومة بهالطريقة. انتحار هذا. جايهم 25/10 ومقتدى الصدر قاعد لهم فوق الجبل. الله تانيهم. شوفوا هنا رغم ما طلع كلامه كله تمثلت والأمور طبيعية بشخصية الأستاذ غيث التميمي، بس الشيء بالشيء يذكر أنه رجل من تقول له ها شيخ شو كلامك طلع كله خلطي وضغط وضغط وأي شيء ما صار من عنده ما ينكر ويبدي يشرح لك السبب شنو، وما يعوفك إلا يقنعك بوجهة نظرة. حسب ماكو ممثل عن تيار صدري، هو محمد الشيعة السوداني راح يصير يمثلهم. يعني إيه أن تقاليده وحاجات التيار الصدري يعرفوها يعني الكتل البرلمانية، فهو مو بالضرورة يكون أكو شخص أو نواب أو وزير تيار صدري حاضر لأنه صعب تغييبه. بالضبط مثل ما قلت لكم، وعنده تشنجوفر كلش قوي مالته، وبسهولة يرجع بكلامه ويبدل موقفه. وحتى لو تواجهه بالحقيقة وتقول له ترى كلامك اللي تقوله وحدة بالهدف وعشرة بالنجف يفوت بعينك ويطلعك أنت الغلطانة، ويبدأ يلقمط السالفة ويعوفك ويمشي. بس إذا تريدون واحد سمعوه وما تدورون وراه أنصحكم بسعدون الساعدي. مو المطرب دكتور سعدون الساعدي، لأن هذا أنا جربته بنفسي ما شاء الله عليه. عبالك حاسبها ورقة وقلم. لا يمكن تشكيل حكومة في العراق بمعزل عن التيار الصدري. نقطة سطر. أنا إذا شكلوا هاي بالفترة هاي شكلوا الإطار الحكومة أنا أبطل التحليل وأقعد بيتي. بعد هاي حفظيها. وهاي واحدة من الأسباب اللي خلت الأستاذ سعدون الساعدي يختفي عن المشهد السياسي، لأن الرجل بعظمة لسانه قال إذا يستلم محمد الشيعة السوداني ما له علاقة بالتحليل السياسي بعد. وهالشيء صراحة خلاه يكبر بعيني، لأن الرجل هو شنو؟ عبارة عن كلمة، ومن قال ما أطلع خلاص لمت والدته وراح لبيتهم، لا حد شافه ولا حد سمع أخباره بعد. هلو هاي شنو هاي ايه وشنو يعني؟ واذا شفتوه قاعد ويه سوداني ليش ايش عبالكم؟ راح يجامله لو راح يمسح اشتافاته؟ ترى سعدون السعدي بس انا اعرفه من كان يقول السوداني ما يقدر يشكل حكومه ويبقى مصر على كلامه. يا قصيدي منا اذا مو هذا الكلام نفسه قال لي السوداني من شاف الوجه لوجه. مو صحيح استاذ سعدون؟ السيد محمد الشياع السوداني رجل المرحله، يعني تقريبا هو افضل من ما موجود في الاطار من حيث التاريخ، عمله كسلطة تنفيذية يعني متدرج وظيفيا، لا توجد عليه أي شائبة يعني ولا ملف فساد عليه يعني في أقل تقدير، وهو أقل حدة مع ثوار تشرين، يعني كان هو إلى حد كبير مع ثوار تشرين. يعني راديونك عطب إيه مو هذا الأستاذ سعدون فر الموجة هرق الراديو. الله يخليك أستاذ سعدون افتهمنا أنت قلبت الموجة وصرت هسه من أنصار الأستاذ محمد الشياع السوداني ومن عشاقه، بس هم على كيفك ويا نفسك شوي اعطيها مجال. بعدنا استونا قلنا يا الله، وبعد عندك هو احداث سياسيه اذا من هسه كتيت كلهن وحرقت الراديو بالمستقبل ايش راح تحكي؟ انا مو قاعد بعد وانا مخضر قاعد احكي لك تحليل سياسي. لا دكتور مخضر شنو؟ ليش احنا ما ندري بالبي بي سي والسي ان ان والوكالات الاجنبيه تعتمد التحليل السياسي مالك وتعتبرك من افضل المحللين بالعالم، بس شو نسوي لهاي الناس اللي ما تعرف قيمتك وما تقدر النعمه اللي بيها؟ والدليل
انت ما حد يخاويك وما حد يصادقك الا اللي شايل نفس عقليتك ونفس ذكائك بالملي. ولهذا يمكن لمحت سرمد البياتي اي والله هذا هذا قاعد بصفك بلقاء سوداني هذا. وما اعتقد اكو اثنين يختلفون على علميه وفراسه ودهاء الاستاذ سرمد البياتي. اقول لك واحفظ هذا التاريخ واحفظ هذا الكلام. 18/10 صعب حكومه تمضي بدون كارثه. اي حكومه ستتشكل سيتم اسقاطها ولن يجير باسمها اي منجز. يعني اكو اتفاق حقيقي اكو اتفاق حقيقي على تدمير العراق. اني هذا زين اذا اريد يدمر العراق تجابك وقعدت بنصهم وليش قبلت الدعوه مالتهم؟ خونت هسه ما جيت هنا حتى تنصحهم ولا جيت تحذرهم من المخططات المريبه مالتهم، بس قلت الدنيا اندارت خلت لاحق نفسي لا يلفني القائش مباشره. درت الاريال على السوداني وحولت الموجه 360 درجه وتغير خطابك من معارض التوجهات السوداني الى مؤمن بقياده وزعامه البلد. عمي مو الكاظم المفقود، محمد الشياع المفقود، لا جاي تنقده ولا جاي تعكسون عليه، قلت له عمي ما نقدر الرجال بداياته جيده خلي ندعمه بعد عمي. اكثر. بالفعل هو من لا وانا احكي على حيدر زكي والاستاذ سرمد هنا لاعب تقل. حتى سالفه المبخوت رجعها علينا بعد ما قلنا خلصنا منها وراحت ويا زعابي الكاظمي. بس هنا سرمد البياتي الله يسلمه خوش قدر يلعبها ويتخرب بها للسوداني. ولو انا سرمد البياتي ما اعتب عليه. الرجل يريد يعيش وقال لك هاي فرصه ماكو احسن من اغتنامها، بس العتب على الناس صراحه من كنت اسمعهم يحجون بتنبؤات المرحله القادمه اقول هذا هو. الشغله منتهيه والوضعيه محسومه. مثلا حكومه محمد الشياع السوداني لن تمضي لن تمضي لن أداة جزم أنا أقول للنائب لن تمضي وأتحدى النائب وأتحدى الإطاريين بالمجمع وأتحدى حتى نواب السنة ونواب الكرد. أدري شيخ ما تقولي شو مازيك ثلاث مرات تأكد وتتحدى ليش هو أكو واحد يعرف مستقبلنا شنو المضموم منه هسه حتى أبو علي الشيباني من يريد يأكد يقولها مرة واحدة مره واحده ويسكت واذا طلعت شغله مو صحيحه يبلعها ويغلس. مثلا برد اشوف شلون 22 تصير اللعبه بقطر عاتبون انتفوا لحيتي اي زين اعود شفت ما كررها حتى الناس تغلس. الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بيوفقك. ادعو الله سبحانه وتعالى الله بيوفقك. وانش عليه يا شيخنا ليش وانا اللي قاعد اتحدى وزي متراه اللي انت هسه لو سالني من البدايه وقايل لي وديني يوم واحد يعلمني سياسة وافتهم منه أصولها ومبادئها وزواغيرها كان من البداية شمرتك يا شيخ أوس الخفاجي وخليته يعلمك سياسة من الألف للياء. إذا رشح أو أصبح السيد الشياع السود محمد الشياع السود رئيس وزراء أنا بعد ما أحضر لكم لقاء ولا أحضر أيضا في فضائية لأن تكهناتي طلعت خطأ أو مقدماتي خاطئة. هيك أكو يقين وجزم بأنه يقين ولن يكون. هي هاي الناس اللي تحترم نفسها وتاريخها ومبادئها. أوس الخفاجي قال لك السوداني ما يصير ولا شم ريحة الكرسي وإذا صار ولزم السلطة أنا صفط وأقعد ببيتي وألتزم الصمت. واللي يشوفني قاعد بقناة فضائية شو يريد يقول عني الجو إله وما يرد غير لسانه لأن أنا فشلت بتكهناتي ورؤيتي السياسية وكلامي طلع كله شيل وشمر بالشط. وبالفعل ذاك وينه شيخ أوس القنوات تبوس إيده ورجله بس تعال اطلع بس تعال اطلع ويانا وهو قافل عليهم وقال لهم انسوا انسوا هذا الموضوع. انا قلت ما اطلع يعني ما اطلع بس تحكوا لي بدول المحللين اللي يوميه بهوا شكل ويوميه برا شكل. سيد السوداني اول رئيس وزراء يعتبر هو ابن الداخل، اكل الطحين الاسود وشرب ماي الخابط ويعرف كل شارده وارده، لعضو برلمان ورئيس لجان وعمل وزير اكثر من 6 وزراء، هو عمل محليا وعمل مركزيا، عمل في العماره وعمل في البغداد في بغداد. اذا السيد السوداني يمتلك كثير من مقومات النجاح. هسه هذا خو حكي منطقي وماكو اثنين يختلفون عليه باعتبار انه السوداني بالفعل ابن الداخل. والرجل اشتغل باغلب الوزارات العراقيه وماكو اي شبهه فساد اثيرت ضده. والصراحه مشكور الاستاذ نجم انه ذكر الامور هاي وطرحها للراي العام بكل شفافيه ومهنيه. بس شو تسوي اذا يطلع لك واحد يقعد يتفلسف براسك
بلغوه فارغه، لا تجيب ولا تودي، وكل الغرض منها هو النقد الهدام وبس. عندما قاموا بترشيح شخصية السوداني رغم النقاط التي تحدث بها والتي طالب بها السيد الصدر بأن رئيس الوزراء أن أولاً أن لا يكون مجرب، طبعاً المجرب لا يجرب، هذا هذا كلام المرجعية. أليس الآن حكومة السيد السوداني أغلبها من كان يعمل في حكومة السيد الكاظمي؟ أليس أغلبهم كانوا مدراء عامون ومستشارين؟ إذا كانت حكومة الكاظمي فاشلة، لماذا يعيد تكرار بعض الوجوه التي كانت هي حقيقة مقربة من السيد الكاظمي وكان هم أصحاب القرار؟ يا جماعة هذا نجم القصاب وش قد ذكي وعنده بعد نظر، بحيث إذا تناول شخصية سياسية وقاعد يحلل بها عبالك من دولة الأطباء العباقرة اللي بس يشوفك يعرف العلة مالتك شنو، وبعدك ما حكي يقول لك أنت أعراضك واحدة اثنين ثلاثة. نفس الشيء هسه إذا تناول حكومة السوداني يقول لك شبيها ما بيها وشنو راح تسوي وشنو راح تحقق. السيد السوداني لا نستطيع الآن نتهجم على حكومة السيد السوداني وهو حكومة أسبوعين. أقولكم يمكن السيد نجم القصاب كان ويا سعدون الساعدي وسرمد البياتي من التقوا بالسوداني مو؟ شو؟ إيه والله هذا وياه قاعد بالطرف إيه موجود وياهم. وهنا أنا من باب العشم بدي أوصل رسالة للسوداني وأقول له أنت إنسان واضح والعراقيين من الشمال للجنوب يعرفوك، فما أعرف شنو وجه هذول قربتهم وقعدتهم يمك. إذا بالك يكفون لسانهم عنك فأنت واهم، لأن ذول يمشون ويا اللي يتهم أكثر، وإذا بالك يصيرون بظهرك، فذول ما عندهم صاحب صديق إلا السود بلهرة، وبالتالي يعني أشوفك أخطأت باختيارك الذولي، وكان المفروض بيك أول شيء تختار حلقة من المستشارين المحترمين، وهم اللي يختاروا لك الصالح من اللي يخدم الوطن من الطالح اللي عطل مسيرتك. ترى السيد السوداني الآن عنده ما يقارب 150 مستشار، مستشارين قانونيين وإداريين واقتصاديين. هازين؟ إذا عندك هاي القافلة من المستشارين شي أكيد راح يقدموا لك المشورة الصحيحة ويرسموا لك الخارطة المناسبة اللي تمشي عليها واللي تلبي طموح وتطلعات الشعب العراقي وتعزز الثقة بكل إجراءاتك الحكومية اللي حتماً ولا بد صب صالحهم. حتى الصاحب يجي هنا يتوظف. الله يوفق إن شاء الله. الله يوفق. الله يوفقنا على هالخدمة هذه. طبعاً أنتم ما تدرون محمد السوداني شلقف بمستشفى الكاظمية وخلته هيك يصير عصبي وتوصل بيه أنه حتى قام ويدعي على نفسه. تصوروا لقل مرضى يجيبون أدوية من برا وعلى والو مساي لقى كم طبيب وموظف غايب من الدوام المسائي. المصيبة الأكبر منها حتى عشاء ما مسوين بالمستشفى، وهذا ما صار ولا دار بكل مستشفيات العراق من زمن العثمانيين اليومنا هذا، ولهذا السوداني طلع من طوره وسودن عليهم. على لسان محمد الشاعر السوداني أنا أستغرب يعني والله العظيم أنا أستغرب هذا الرجل، وكأنه يعني ليس بعراقي، وكأنه يزور العراق لأول مرة، وكأنه يزور المستشفيات لأول مرة. يابا هو شو مدري الرجال غير عبال مستشفيات بغداد مثل المستشفيات الموجودة بالعمارة والناصرية واللي اختاروها من ضمن أفضل مستشفيات العالم واللي كل الخليج العربي يجي يتعالج بيها؟ شو مدري يشتم قفايده انه الدوائر الصحة بالعاصمة بغداد يكون وضعها هيك. ابو مصطفى هذا يا فيه من المستشارين قال لك اطلع المستشفى وسوي نفس حركة الو عماد واللي راح نظل ألف سنة نضحك عليها ونصنف. ادري هو اكو عراقي ما يعرف الخيصة الموجودة بدوائر الصحة، خوان تبدل الفرارات هاي كان طلعت وزارة المستشفيات اللي الدولة صرفت عليها المليارات وصارها سنين طويلة ليها ما حد وصلها وقدر يحل طلاسمها ويفتحها لخدمة المواطن، وإذا تقول ما ندلها تعال أنا أدليك بها. 50 مستشفى في مختلف المحافظات بين المتلكئة والمتوقفة. ملف المستشفيات المتوقفة والتي سجلت بعضها نسب إنجاز متقدمة. توجد عندنا مستشفى مثل مستشفى السيار اللي هو 460 سيارة نسبة إنجازه أكثر من 95% اليوم مشهور عن مستشفى التركي. هذا المستشفى لو كان هناك لو شركة تعمل بجد ممكن تنجزه خلال 60 يوم. وإحنا كل محافظة عراقية بها أرقى مستشفى بالعالم ألا وهي المستشفيات التركية والألمانية. هاي المستشفيات اللي عندكم ليش لحد الآن ما حد فتحها؟ تكؤ في بعضها وغياب التخصيصات المالية لبعضها الآخر مشكلات رافقت مشاريع إنجاز عدد من المستشفيات. مستشفيات كاملة ولكم كاملة، إذ هناك مستشفيات بدأ العمل في أغلبها منذ العام 2008 ولم تنجز حتى الآن.
الطابق منجز هو أزيد من 95% وحتى الأجهزة ببطنة حسن تلفت ما تلفت ما حد راح يقل لنا إيه؟ ذني اللي يسوون تروح تزورهن وتشوفهن وتقلهم الله لا يوفقني إذا أخلي مقاول واحد بهذا المستشفى ما مكمل شغله وتلزم ساعتك وتقلهم لكم 30 يوم أجا قص الشريط يعني تاخذ طريقة عبد الحسين عبطان اللي أول ما استلم الشباب الرياضة لقى بالعشر ملاعب كاملة فهو أجا بس يدينهن قلوبات وسواها لنا احتفالية وافتتاحنا وسجلنا باسمه هسا أخوان تهم سوي هيك شيء وكمل افتتاح المستشفيات وسجل إنجاز باسمك مو راح يصيح الله لا يوفقني الله لا يوفقني وانا اقول لك الله لا يوفقك والله لا يريحك باعتبار راح تقضيها كله تصريحات علينا صرت مستشفى وحده وتفاجئت وباوع لك شطط والله لو تزور البصره وتشوف دمار البصره ها هيك احسن لك خليت العالم تثور عليك بينما لو رايح مكمل لك مستشفى متلكئ وفاتحه مو كان خلاك بمنزلة صلاح الدين الأيوبي وسووك الفاتح بأمر الله محمد شياع السوداني مو راح تدور لي بمشاكل وملفات تريد سنين ولو تحلها لو ما تقدر تدبرها السبب هو أنه طبيعة شخصيتنا طبيعة انفعالية نعم تحكم الأمور من جانب انفعالي والجانب طبعا يمكن الرجل هذا أول مرة يظهر بوسائل الإعلام باعتبار أنه ما حسامع بي وهاي أول مرة يستلم منصب حكومي أحب أعرفكم الدكتور صالح الحسناوي اللي اختاره السوداني وزير للصحة لكونه من الناس الأكفاء بعملهم ولكونه الشخص المناسب للمكان المناسب وأهم شيء أنه ما مجرب قبل هي الاتفاق اللي تم في أربيل الاتفاق السياسي في أربيل واللي تم على أساسه إقامة حكومة الشراكة الوطنية من قبل لجنة الصحة والبيئة أعمالها لتقصي الحقائق واعتماد الصيغ العلمية في العمل نبدأ أولا بالمحور الوقائي وبالأخص مرض الإنفلونزا الوبائية الآن كف أدري أبو مصطفى أنت بالرحلة اختاريت وزير للصحة كان وزير صحة بزمن المالكي واشتغل رئيس لجنة الصحة برلمانية ما قدرت تسأل عن الإنجازات اللي سواها من كان بهاي المناصب ما سألت شنو اللي تحقق بوقته ما قلت له شنو رؤيتك للواقع الصحي وشنو ممكن تقدم ليه طريقنا لا يزال غير واضح يحتاج إن نفكر بشكل موضوعي ويحتاج إن نبدأ وأبدا مو عيب وأعتقد من الشجاعة أن نقرأ ذاتنا بشكل صحيح وبناء عليه نستطيع وضع برنامج ولنفكر هذا البرنامج ينتج ثماره بعد 40 أو 50 سنة فبالنتيجة إحنا إذا وضعنا القطار على السكة يصل إلى الهدف لا حد ينز لا حد ينز لا حد يخترع باعتبار صالح الحسناوي ترى هنا جاي يقصد 40 سنة من ذني السنوات مالتنا مو 40 سنة ضوئية بخمسين سنة بس تمكنت قطر من بناء دولة ما كانت موجودة قبل التاريخ هذا بخمسين سنة بس قدرت قطر تسوي مدارس وجامعات ومستشفيات وشبكات طرق أخذت المركز الأول عالميا بخمسين سنة بس قدرت قطر تحول صحراءها وتستثمرها وتسويها مدن عصرية ومناطق جذب سياحية وتنافس أكبر الدول الأوروبية والأمريكية بعمرانها ونظافتها وتطورها تعالوا هسا وياي وشوفوا إحنا هاي الخمسين سنة بيش خلصناها خلصناها بحروب وحصار واقتتال واحتلال وقمع وسجون وإعدامات وجوع وفقر وبطالة ومؤامرات وفتن إلها بداية ونهايتها بإيدنا إحنا لو نبقى بهاي المشاكل اللي راح تقضي علينا وتمسحنا من الوجود لو نبدي البداية صح واللي تصنع التغيير الحقيقي لاستعادة أمجاد بلدنا صباحنا على خير وقف خذ لي صورة